مستر موسيماني ألف 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 مبروك، بطولة غالية، بطولة كبيرة. إحساسك وشعورك بعد انطلاق صفارة النهاية؟ شكرا. Thank you for inviting me to the studio. شكرا لدعوتي في الاستوديو قناة النادي الأهلي. It's not a common feeling. It's طبعا ده مش إحساس معتاد. It's a different feeling. ده إحساس مختلف. It's difficult to win the Champions League. صعب نفوز بطولة أفريقيا طبعا. If it was easy, everybody would have done it. لو كان الموضوع سهل كان كل الفرق كسبتها. So we waited for 7 years. فضلنا صبرنا 7 سنوات عشان نحقق. So my face doesn't show what I feel, but I'm very excited. بصراحة أنا الكلام مش هقدر أعبر على اللي جوايا، بس أنا بصراحة أنا في قمة السعادة. عايز أفكره برضو ونفكر السادة المشاهدين بأول لقاء وأول يوم وصل لي إلى القاهرة، وكان ليا الشرف إن أنا يعني أستضيفه في النادي الأهلي. أول كلمة قالها إن هو عارف قيمة وإن إزاي النادي الأهلي نادي كبير جدا من أول ما دخل بوابة النادي الأهلي، وكنت شايف المسؤولية الكبيرة كمان بجانب الشغف وحبه للنادي الأهلي، كمان كان في مسؤولية كبيرة جدا عليه يعني. والنهاردة أعتقد بجزء كبير من المهمة بيأديها بشكل أكثر من رائع. إحساسه إيه من أول ما دخل النادي الأهلي لغاية الفوز بالبطولة الأفريقية؟ Well, when you come to coach a big team like Ali. لما بتكون تم اختيارك تدريب فريق كبير زي النادي الأهلي. It's the biggest team in the continent. أفضل فريق في القارة. Club of the century. نادي القرن. Has won more Champions League trophies than any other team. وعنده كسب كأس أفريقيا أكتر من أي فرقة تانية في القارة. You know your responsibilities. أنت عارف طبعا مسؤوليات اللي هتبقى على عاتقك. You know the expectations are high. وتعرف توقع المنتظر منك من الجماهير، عليك على عاتقك مسؤولية كبيرة. It's a big club. ده نادي كبير. And if you can't take the stress and the pressure. لو ما تقدرش تشتغل تحت الضغوط تتحملها كمدير فني. Don't come to Ali. ما تجيش تتمرن النادي الأهلي. That's true.